قبل ما أكون فنان أنا كنت إنسان تربيت بالبيت على إيدين أم وأب. مفهوم الإنسانية بيجي بالدرجة الأولى من خلال مشاركتي بالنشاطات الإنسانية والبيئية وحقوق الإنسان. أنا أردت أن أجير شهرتي ومتابعيني ومحبيني والناس اللي بتحب الخير إلى تسليط الضوء على هيدا الموضوع المهم لكل إنسان فينا. وأنا بعرف أنه في كتير يتأثروا بالفنان، لازم يتأثروا بالفنان إذا كان نوايا حسنة تجاه المجتمع وتجاه الإنسان. لو بصح لي صحح شيء واحد، هو واحد بألف شيء. العدل، العدل. أخي الإنسان، قم اليوم ودافع عن حق إنسان.